هارون فاق. إذا بدنا نحكي عن الجيل اليوم، مشان ما أطول عليكم كثير، القصة كلنا بنعرفها، قصة الشاب الغني اللي قرب من المسيح وقال له شو بيساوي لحتى أدخل الملكوت. قال له بتعرف لا تزن لا تقتل ولا تسرق. من انا وصغير بعمله كله. عمل المسيح لك شغله واحده بنصها، باع كل ما لك وتعالى بعد. الاصل من هالحديث هو كل فضيله نحن المسيحيين مدعوين ان نساويها في الى درجات. كل فضيلة في إلى درجة. أول درجة بتكون درجة الأمل، وكلنا بنعانيها حتى بحياتنا اليومية. بيكون الواحد نحن بنقول الواحد عم يعمل من شغله من برا من نفسه، بس ليش؟ لأنه مجبر يعني. فالمسيح بالعهد القديم بيقول له لهيدا الشاب الغني، بيقول له انه مكتوب لا تقتل ولا تزني ولا تشهد بالزور. هدول كلهم اوامر. المرحله الثانيه اللي بينتقل الانسان ممكن تكون الامر، ولكن لما نحن ننفذه عمرنا يعني فعلا بنقول انه لا تقتل، ما بدي فما بدي. في الامل وفي انه انا اقبل الامل، فبفعل هالشيء ولكن بفعله عن رغبه وليس عن اجبار. لهون كان هذا الشاب الغني اموره بالسليم، كان ماشي حاله. قال له هيدون